السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبغي نقول لكم إذا كنتوا أول مرة كتكتشفوا القناة أبوناو معايا وفعلوا زر الجرس يوصلكم أي جديد لوصفات فرح الصحراوية. كنتم المتابعين لا تنساو جيملوا الفيديو لايك، بارتاجوه مع الناس والأهل والأحباب إلى عجبكم أكيد. إذا في الفيديو لا نشترك معكم طريقة تحضير حرشة سائلة بمكونات جد قد ليلة وفي وقت سريع من 5 دقائق وسهل التحضير. خليكم مع بقية الفيديو في تحضير هذا الحرش. إذن السلام عليكم الطفيلات، على بركة الله. المكونات اللي نستعمل في هذا الحرشة هذه السائلة، نستعمل 2 كيسان من الحرشة بهاد العنبر، هذا كيسان العنبة راعي الكاس الثاني، 2 بهذا القياس، نصف كأس ديال زيت المائدة، 2 كيسان أيضا ديال الحليب، حليب عادي درجة حرارة المطبخ، غنزيد الكاس الثاني. عندي هنا ملعقة كبيرة من السنيدة، هنا شوية ملح، ملعقة ديال الزبدة، غندير نصف الساشية هذه ديال الخميرة الكيماوية لأن فيها 15 غرام كيف كتشوفوا، غندير نصف ديالها، وغندير قطرات ديال الحامض. السميده ديال الحرشه، يعني سميده رقيقه ديال الحرشه المعتاده. اذا على بركه الله غندير نكب الكاس الاول هنايا اللي ديال الحرشه، ونزيد عليه الكاس الثاني، الكاس الثاني، المهم باش نحاولوش يكون واضح قدامكم، ولهي نزيد عليه هاد نصف كاس ديال السميده ديال عفوا الزيت، ونبقى ندخل الزيت غير برؤوس الاصابع على الطريقه، نفرتتها بالزيت كامل كيف الحرشه العاديه، تدخل فيها الزيت كامل. ونزيد لها الزبدة، هاد ملعقة ديال الزبدة كذلك، حاول حتى هي ندخلها بهذه الطريقة، تدخل فيها مزيان، تدخل مزيان الزبدة، ونزيد السكر، السكر والملح، جانس كل مزيان. في هذه اللحظه غنقطر قطرات، غير قطرات. هاد الخطوه هذه او الحامض اختياري، فهو اختياري، يعني زين عندي نكهه الحامض، زين عندي تكون في هاد الكو ديال الحموضيه، ماشي الكو الحموضيه، غير طعمه الحامض فيها تعجبني، يعني خطوه اختياري، بغيتو ديروه بغيتو تخلوه. ونزيد الحليب في الكاس الاول، ونزيد الكاس الثاني، شوف القوام ديالها، راه السميدة كتشرب، واخا تجي خفيفة ولكن غتشرب. في ساعة كتشرب السميدة البنات،
شفتوها واخا تجيكم ميه، ولكن ما تخافوا راه كيف قلت لكم السميده كتشرب ما تخلعكم. نحرك نستمر في التحريك ونزيد في اللحظه هذه نشل اليديه. نزيد نص كيف قلت لكم نص ديال هذه الخميره، هذه ما نديرهاش كام، اولا واحد الخميره ديال 8 غرام ولا 7 غرام المهم اللي كاينه. ونحرك مره اخرى. هاي شتو راه شربت غير في الاثناء هذا اللي سمو راه كتشرب ما تخلعكم، فقط هاد العبار اللي سمو راه كيخرج ناجح. وندوز باش نديرها في المقلة، وهنا عندي هاد المقلة اللي نطيبها فيها، غادي ندير فيها ندهنها بشوية الزيت. طفيلات راهي تحضر تبارك الله من با 5 دقائق حتى 10 دقائق تحضرها بيع وجعلة ما تقبض منها ولا وقت. ندهن المقلة، المقلة اللي كانت غير ما تعود تلصق صايب يعني، مقلة اي مقلة كانت خاصها ما تكون تلصق ليكم. ونرشها بشوية السميدة اللي نيت استعملت، ونفرغ فيها. شتو هاد الطفيلات راه شربت شويه ما طلعتش كيف البيله يعني ما تخلعكم. ونفرغ فيها مباشرة، ما نحانيها لا تخمر لا شي، مباشرة نفرغها في المقلة. ونديرها فوق النار، اهم شيء البنات النار تكون هادئة يعني هادئة تماما باش تطيب على خاطرها وما تنحرق لنا من تحت. غنديرها دابا فوق النار هاي الطفيله، درتها فوق النار هادئه جدا، ولهن نغطي عليها بالمغطايه باش طيب لي على خاطرها. ومره مره نشوفها حتى نشوفها نشفت لي من الفوق باش نعود نقلبها. المهم بعد ما نقلبها غنرجع نوريكم يعني منين تنشف لي ونقلبها لا تمشوا منين. نطلع ليها مره اخرى البنات، هي مزال باقي شويه لها راه طالعه كتنشف، باقي ليها شويه. الطفيلات راهي نشوفو من بعد ما راهي نشفت تقريبا تماما طريق راهي نحاول نقلبها، نقلبها على الوجه الثاني نقلب نقطع الفيديو حتى نقلبها بيهازه بواحد ليد وما نقد نقلب غير بوحده. الطفيلات راهي قلبتها هون كيف تشوفوا، راهي نردها على الوجه الثاني باش تطيب عليه. هاني هنا رديتها للوجه الاخر طيب عليه، كيف شفتوا راه ما كتجي محمره تبارك الله، فين تنقصوا لها البوطه تجي محمره وما تنحرق لكم ما تلصق وتجي الشكل تقبض اللون ديالها وتطيب على خاطرها. هما المهم غنخليها هنا حتى تطيب لي زاد من الجهه الثانيه ونشوفوا في التقديم الاخير. سلام طفيلات، راهيها بعد ما بردت كيف تشوفوا، بعد ما عفوا طابت وحطيتها في السمو
في المول، عفوا في صحن التقديم. راح نقطع معكم، شوفوا افضل من هذه ديال بابا. تجي رائع ان شاء الله. شفتوها؟ تجي زوينه، راهي سخونه، قطعتها سخونه غير فقط خلوها حتى تبرد، بحكم يعني الوقت ما عندي باش نصور لكم. ولا نزينها بالشكلاطو اللي كان تزينوا نتوما به. كيف تشوفوا اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا. كتجي ان شاء الله طايبه وطعمها هما اللي لذيذ، وتحضر في وقت سريع. ان شاء الله يعجبكم فيديونا، لاستحسانكم وجربوها وردوا عليا واني بكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه واني بكم.